أقيمت في كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم رسامة الشماس جورج حداد، وذلك خلال القداس الإلهي الذي أقيم في ذات الكنيسة بمعاونة عدد من الكهنة والشمامسة والراهبات وجمع كبير من المدعوين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. هي دمعة فرح ممزوجة بحنان الأم، ذرفتها والدة الأخ جورج حداد التي قدمته لخدمة مذابح الرب، وذلك خلال القداس الاحتفالي الذي ترأسه المطران ياسر العياش النائب البطريركي في القدس للروم الملكيين الكاثوليك، احتفاء بالرسامة الشماسية الإنجيلية للأخ جورج حداد ابن مدينة جنين، وذلك في كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم وبمعاونة حشد كبير من الكهنة الأجلاء وبحضور حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون والراهبات والكهنة والشمامسة وطلاب المعهد الإكليريكي وأهل الشماس وعدد كبير من المدعوين. ابتدأ القداس بدخول الموكب وسط تراتيل أحيتها جوقة الأم البتول للروم الملكيين الكاثوليك بقيادة الدكتور شارلي أبو سعدة وبمشاركة المرنم إندراوس وأعضاء الجوقة. وخلال مراسم الرسامة وبعد أن سجد الأخ جورج أمام الأبواب المقدسة وصولا للمذبح من وسط الكنيسة والتطواف 3 مرات مع الكاهنين حول المائدة المقدسة مقبلا زوايا المذبح 4، وبعد الرسامة تم تقديم كلمة شكر من قبل الأخ جورج لجميع من كان يسانده من الكنيسة والكهنة والأهل وسط كلمات مستحق مستحق مستحق. وبعد إعطاء البركة النهائية وسط الزغاريد والتصفيق الحار من قبل المؤمنين تم التقاط الصور التذكارية للشماس برفقة المطران والكهنة، كما وأقيم حفل استقبال في أروقة الكنيسة مهنئين الأخ جورج لهذه الرسامة الشماسية الجديدة لخدمة مذابح الرب. أنا مبسوط جدا اليوم أنه أحتفل مع الأباء الفرنسيسكان، بدي أشكرهم مخصوص على محبتهم الخاصة اللي بيبدوها إلنا للروم الكاثوليك لنا بالبطركية بالقدس، دائما بمحبتهم باحترامهم بصلواتهم بتقديرهم بوقفتهم إلى جنبنا بتكريمهم إلنا، فعلا نشعرهم قريبين منا، وهاي اليوم يمكن يوم فرحة إلهم لكن هي فرحة إلي أنا كروم كاثوليك، فرحة إلي بالقدس من أجل أفرح مع أهل جنين برسامة أخونا جورج حداد. الله يباركه ويكثر أمثاله ويكثر من هالدعوات الصالحة القديسة اللي تحب الشعب وتحب الله تعالى وتحب كلمته وتغار عليه وتقدر هالنعمة اللي أخذناها نعمة الكهنوت لحتى لين نعيشها بقداسة، ونخلي كل الناس اللي بنخدمهم أن يبلغوا إلى القداسة اللي أرادها إلهم سيدنا يسوع المسيح. ألف مبروك له وشكرا لنورسات اللي دائما ما بنسونا ودائما موجودين لحتى لين ينقلهم بدورهم هالأحداث ثاية اللي بتعبر عن نقل كلمة يسوع المسيح ورسالة محبته رسالته الخلاصية إلى كل العالم. مبروك مبروك مبروك. نعمة كتير كبيرة وأمانة بنفس الوقت، هي فرحة لإلنا كلياتنا للكنيسة للرهبنة لأهلي ولعائلتي، هي أمانة ربنا كمان بدعيني إني أوصل هاي الأمانة دائما أخليها تكبر بفرحة أوصل كلمته للناس، بطلب منه دائما أكيد القوة، بطلب منكم تصلوا لي دائما حتى أكون أمين على هاي النعمة. شكرا كتير لكم. شكرا للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سانتا كاترينا بيت لحم.